عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، أي شيء معتقد، شيء معتقد. والعقيدة في الأصل من العقد، وهو إحكام الشد، وضده الحل، وهذا في الأصل يعني في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فهو حكم الذهن الجازم، هذه العقيدة، يعني أن تحكم على الشيء حكما جازما، تحكم عليه ذهنا ولا لفظا؟ ذهنا، يعني تعتقد في قلبك بأن هذا كذا نفيا أو إثباتا، جازما به، فلا عقيدة مع الشك، لأنه لا بد من أن يكون هناك جزم. ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان، لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافق، فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة. إذن العقيدة تعريفها اصطلاحا حكم الذهن الجازم. طيب، هل نقول المطابق للواقع أو لا؟ لا، ما نقول هكذا، بل نقول حكم الذهن الجازم، فإن طابق فهي عقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فهي عقيدة فاسدة. اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذا عقيدة، لكن فاسدة أو صالحة؟ فاسدة، لأنها غير مطابقة للواقع. اعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عقيدة، لكنها صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة، لأنها خلاف الواقع، لكن هم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا، فصارت العقيدة في اللغة من العقد، وهو إحكام الشد الذي ضده الحل. وفي الاصطلاح حكم الذهن الجازم، فقولنا حكم الذهن خرج به قول اللسان، لأنه لا يعتبر عقيدة، إذ قد يقول الإنسان ما لا يعتقد، وخرج بقول الجازم الشك، فإن الشاك لم يعتقد. طيب، ثم هل يشترط أن يكون مطابقا أو لا؟ نقول لا يشترط أن يكون مطابقا للواقع، لكن إن طابق الواقع فالعقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فالعقيدة فاسدة. نعم. أي طيب، إذا الدرس القادم تسميع إن شاء الله، ها؟ من قوله وبعد فعلا إلى قوله 1 2 3 4 5، أي على 5، إلى قوله ويشفي من ضمن. سمنا